بعد كم هذه يعني تعتبر أخطاء من قبل سؤال to الحكومة all الأمريكية أو these كانت أخطاء من errors السياسة الأمريكية في by التعامل U.S. مع foreign ملف policy الإرهاب أو في in التعامل dealing مع or rather الشرق mishandling يعني منطقة الشرق الأوسط in the بشكل عام Middle ومنها East كما region ذكرت in general القضية السورية. and as you mentioned يعني with the Syrian هذا conflict. التحول يمكن هو ما So دفع this shift الشارع must have compelled الأمريكي the إلى الخروج American على هذه mainstream السياسات أو to أصبح الآن لدى disagree الشارع الأمريكي with these بعيدا عن policies الحكومة and the تخوف من The وصول American mainstream الإرهاب now shifted to إلى the أي American, is منزل different from the American إلى أي administration مكان in fear of وهو ما دفع terrorism يعني knocking on المرشحين their بقى doors anywhere. دعنا نتحدث الآن عن ترامب And let's وهو now الذي talk about بدأ the candidate, يغازل about منطقة Trump, الشرق who الأوسط began to والشارع flirt الأمريكي بأنه with سوف the يعلن Middle East and with يعني the American حرب public على that he would الإرهاب وأنه سوف wage war يقدم against كل terrorism, الدعم that he will للدول present التي تحارب الإرهاب وذكر all the support that it takes بشكل to the nations خاص that will also مصر help him fight ورئيس عبد الفتاح السيسي war and mentioned specifically والأردن that the وجلالة President الملك Sisi عبد and الله Jordan على and King Abdullah يعني as على well نحو الخصوص. specifically. You again asked a very, very poignant question. سألتي سؤال محوري ومهم جدا دلوقتي. It is very difficult to know how things will unfold من in الصعب this جدا presidential ان نتنبأ ايه اللي هيحصل في السابق الرئاسي الامريكاني الحالي. وزيرة الخارجية كلينتون جادلت اننا يجب ان نستمر في سياسات اوباما. وترامب يجادل اننا يجب ان نتحرك في اتجاه مختلف. وهذا الاتجاه الذي يدعوه ترامب غير واضح. ولكن سأقول لك شيء واحد واضح. أن الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية عليه أن يعيد الثقة ضمن مع الدول السنية المسلمة. إذا تكلمت مع ولي العهد في السعودية إنه يشعر بالتشاؤم تجاه الولايات المتحدة. لو تحدثت مع الملك عبد الله في الأردن سيقول لك أننا اعتمدنا في يوم من الأيام على الولايات المتحدة ولكننا لم نعد واثقين أننا نعتمد على الولايات المتحدة اليوم. فإذا البيئة هي بيئة شك بين الدول السنية عن دور الولايات المتحدة التي ستلعبه. فإذا دونالد ترامب حينما يكون رئيس الولايات المتحدة عليه أن يقضي وقتا كبيرا جدا في الشرق الأوسط ليؤكد حلفائنا أن يمكن الاعتماد مرة أخرى على الولايات المتحدة كحليف. إذا كنت ستحارب الإرهاب في هذا الجزء من المنطقة من العالم الولايات المتحدة عليها أن تلعب دورا نشطا. ولكن هذا الدور النشطا يمكن تحقيقه إذا آمن حلفائنا السنيين بالولايات المتحدة أنها دولة عظيمة عظمى يمكن الاعتماد عليها. إن لم يؤمنوا ويثقوا بهذا سيستمر الفوضى في الشرق الأوسط لأن الروس يسعون للهيمنة على شرق البحر المتوسط. إيران تسعى للهيمنة على المنطقة كلها بما فيها حقول البترول في شرق السعودية. منظمة داعش تريد أن تخلق اضطرابا في كل مكان. فنحن أمام قوات متضاربة متنافسة. كما لا توجد اسمه فراغ في الطبيعة لا يوجد فراغ في الشؤون الدولية. لو انسحبت الولايات المتحدة ستدخل دول أخرى لتملأ هذا الفراغ وقد رأينا ذلك. السؤال هو هل يمكن الولايات المتحدة أن تحشد حلفائها وتخلق قوة لهزيمة الآراء السنية المتطرفة مثل داعش والحروب الأيديولوجية التي تشنها الآن في تلك المنطقة وتخلق توازنا مضادا للهيمنة الإيرانية؟ طيب هنا